تتجه الكثير من النساء للتكوين والتعليم في مجال صناعة الحلويات العصرية والتقليدية، خاصة مع اقتراب عيد الفطر. وهبة اختارت تعليم النساء، خاصة أن الطلب أصبح بكثرة على هذا المجال. كاين إقبال بزاف على حلويات العيد. أنا دايرين جروب تاع الشهر مازال يقرا، ودايرين فيها نيك ورشات، ورشات ما عندها تاع نهار واحد. دايرين فيها يامات حلويات تقليدية، ودايرين فيها نيك لي كاتو ساك تاع الشوكولا يحوسوا عليها، معناتها سبيسا حلويات العيد. عندنا كاع فئات الأعمار عندي، عندي وحدة في عمرها 65 سنة، تجي على العام هي وعروستها يقراو عندي كيف كيف، راه ما شاء الله عليهم. على الرغم من اختلاف أعمارهن وحتى مجالات عملهن، فضلن هؤلاء النسوة الأسبوع الأخير من رمضان لتعلم صناعة الحلويات. بالمناسبة يعني قرب عيد الفطر إن شاء الله يعود علينا بالصحة والهناء لجميع الأمة الإسلامية عامة، حبيت نزيد نتعلم وناخذ موديلات جداد ان شاء الله. انا كنت استاذه متقاعده، بعد الطبشور والصبوره التحقت بالحلويات وعجبني الميدان هذا منذ صغاري، فاعجبت بالميدان هذا وان شاء الله نطور فيه. في العيد كيجوا لي زوكازيون كيما هذو، ما عنده ليكول تاع شيف بهلو الوهيبه، ما شاء الله لي غوسيت كلش الله يبارك في المستوى، ميم ساهلين للمبتدئات كيما انا امونج باش نعاون مامير ما غران مير ثاني هكا نتعلموا سافا، نعاونهم في لي غوسيت تاع العيد ميم كي يكونوا دي زوكازيون وكي نكبروا ثاني باش نصيبوا روحنا ان شاء الله. انا كم مريضه خليت شويه وقت هذو اليامات، قلت بالك نجي نتعلم قاطو عند بهلول وهيبه، قاطو تاعها ما شاء الله بزاف البنات راهم يحبوا يتعلموا، مش كيما تشوفي بعينك. مجال أصبح يستهوي الكثيرات في الأعياد والمناسبات، خاصة وأنه يفتح المجال للدخول في سوق العمل.